ايه اللي بتعمله ده الله يقرفك؟ اقصد بحب امصمص الكيف. كيف؟ يا ابني سيبه براحته يا ابني. اعمل يا حبيبي اللي انت عايزه. مصمص على كيفك يا حبيبي. هنيئا يا غرباوي بيه. هنيئا يا رأفت بيه. الله يهنيك يا اخوي. اي اوامر تانية يا سيدني؟ تعالى انت ما خدتش مني حاجة من زمان. خد. ربنا ما حرمناش منك. يا غرباوي بيه. يا ده انت مش لسه يوم الفرح واخد هبر قد كده. ايه؟ احنا فين والفرح فين؟ خليك بعيد عن الغلابة عن المعروف. يا جدي يا راشد وغيره متعودين مني على كده، بس هما في النهايه عارفين ان انا بحبهم جدا وبراعيهم قوي. يا ابني ربنا يقدرك على فعل الخير لوجه الله. ايه ده؟ ده مادي. الو. ايوه يا مادي. خير؟ عاوز ايه؟ جدي؟ لا جدي راح مشوار كده وجاي كمان نص ساعه. طمنه على ارضه. ايوه انا معاك. ياد بطل لت واسمعني بقى. جدي كان قال لي ان انا اطمنك على ارضك خلاص. هو خلصها لك وهيكتبها باسمك، ما تقلقش. الاستاذ حمدي عندك؟ طب قول له ما يمشيش بقى. قول له خليه مستني كده وجدي هيجي له كمان نص ساعه. يلا مع السلامه. لتت قوي. اليوم بس عايزيني علشان امضي الامضه النهائيه قبل التسجيل. بس انت اول مره تعمل كده يا جدي. لاني انا متاكد انها ألفت هتقدر تعمل اللي انا ما قدرتش عليه من غير ما اخسر الجماعه العشمانين فيا. ده غير بقى ان الموضوع ده هيحملها بمشاكل ملهاش اول ولا اخر، وهيغرقها في بلاوي قديمه من ايام خالك عثمان لما كان ماسك الديوان. ايه ده بس انت واصبر وتعلم، هتشوف ان جدك مرتبها كويس قوي. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مين وعايزين ايه؟ انا جايه هنا مع ألفة هانم مرات ابن الغرباوي الكبير سيد البلد دي كلها. يا بنتي انا الغرباوي. اهلا اهلا يا عم الحاج. ازي حضرتك؟ انا اسفه سامحني معلش، ما تاخذنيش يا عم الحاجك مني جد بالليل يعني من غير لائحه ولا دستور، بس ألفة قالت لي خدي راحتك يعني البيت بيتك. شوف يا بنتي، ألفت انا مشيتها من هنا خلاص ومش هترجع على هنا تاني ابدا. يا نهار اسود، مشيت؟ ده انا جايه لها عشان تحل لي مشاكلي وتخلصني. طيب اهدي بس يا بنتي عشان نعرف نتكلم مع بعض. نتكلم نقول ايه بقى؟ ما خلاص اللي كنت جايه لها مشيت وسابتني، يبقى انا كمان لازم الم هدومي وامشي من هنا. تمشي بس تروحي فين يا بنتي؟ انت هنا عندنا في بلدنا ضيفه عندنا، ليك الحق انك انت تقعدي زي ما انت عايزه وتمشي وقت ما انت عايزه. كل اللي لنا عندك تقولي لنا انت جيتي ليه وهتمشي ليه. بس خلي بالك، جدي ما بيكرهش في حياته قد اللي يكذب عليه. يعني من الاخر كده ولا مؤاخذه تتكلمي دغري من غير لف ودوران، فاهماني؟ فاهمة. أنا هقول لكم كل اللي أنتوا عايزينه، بس سيبوني ألم هدومي وأمشي من غير ما تأذوني. زيكي. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، اطمني خالص. تعالوا ندخل نقعد جوه ونقول كل اللي إحنا عايزينه. اتفضلي معانا. اتفضلي يا جدي. اتفضلي. صباح الفل يا ست الكل. عايز ايه يا حربايه؟ انا هنا لوحدي ما اقدرش ادخلك. لا معلش، انا دماغي في حاجه تانية خالص. انا خلاص برج من نافوخ هيفرقع، بدات امشي في الشارع اغني ظلموه. ده شيء ما يخصنيش. اتفضل امشي دلوقتي لحسن حد من الاولاد يجوا وتبقى مشكله. في دي بقى عندك العيب. بس انا بدور على ورده مش لاقيها، وليا طلب عندك. لو جات لك او اتصلت بيكي خليها تجيلك وتعشميها وتجيبيها لحد عندك وتتصل بيا على طول. وتتصل بيا هبب بيها ايه؟ اصلها هبله ما بتعرفش تتصرف ومحتاجه مخ نظيف زي كده يتكتك لها. ايه الالفاظ المعفنه دي؟ سامحيني يا ست الكل، سامحيني، اصل انا بغلي من جوايا. شقى عمري اللي فات واللي جاي هضعف غمضه عين. ورده هربت ومعاها بضاعه بخمسة مليون دولار. بضاعه ايه دي؟ 5 كيلو خام على ابوه، لو اتخلطوا
هيكفوا الشرق الاوسط كله واتنقل انا نقله تانيه خالص. هي ورده تعرف ان معاها بضاعه بالقيمه دي؟ ما هو اللي خلاها هربت انها اكيد عرفت بعد ما نفدت من الجمارك اللي في المطار، واللي رعبني انها ممكن تبيعهم لتاجر يديها قرشين ويضحك عليها ويخسرنا انا ملايين ما تتعدش. لا لا انا كده بقى لازم اتعاطف معاك بكل قلبي، ولو ورده اتصلت بيا هجيبها لك لغايه هنا. وان شاء الله يا اما تقول على حربايه البقاء لله. هي دي كل حكايتي يا عم الحاج، والله العظيم ما كدبت في حرف واحد. يا بنتي انا مش هصدقك، بس انا ليا عندك سؤال واحد. ما دام انت وألفت فتشت الشنط وما لقيتوش فيها حاجه، ليه انت ما رجعتيش لجوزك واحسنت الظن بيه؟ ما اعرفش يا عم الحاج، انا كنت هستشير ألفت اول ما اصحى من النوم، بس فتحت عيني لقيتكوا قدامي. طيب تحبي ابعت لجوزك يجي ياخدك؟ لا بلاش يا جدي. ليه يا ابني؟ ما هي برضه مسيرها لجوزها. ايوه يا جدي، بس انا متاكد ان الشنط دي كان فيها ممنوعات، وطبعا الممنوعات دي غاليه جدا، واكيد جوزها مش هيصدق انهم فتحوا الشنط لو هو فاضي. وانا كمان متاكده، بس هي راحت فين؟ احنا فتشنا الشنط وما لقيناش اي حاجه خالص. بس جايز يكون الناس اللي خرجوا بيها من المطار فتحوا الشنط علشان يعرفوا اسمك او عنوانك، لقوا الحاجه طمعوا فيها اخدوه. ما كانوش استنوها بره المطار بالساعات. لا ممكن يا عم الحاج، اصلهم نادوني باسمي. طيب ألفت هي اللي فتشت الشنط دي لوحدها ولا انت كنت معاها؟ انا انشغلت في عمل الشاي، وألفت هي اللي قعدت تفتش في الشنط، وبعدين خلصت، وبصراحه انا حسيت اني تعبانه قوي وعايزه انام، لدرجه اني نمت ما حسيتش بحاجه خالص، حتى ما حسيتش بيها لما خرجت. ظهر مادي كان معاه حق، ده انت فعلا غلبانه وعلى نياتك على الاخر. الواجب علينا ان احنا كمان ما نسيبكيش لوحدك كده فريسه. والله يا عم الحاج مفروسه. ها يا جدي غرضك ايه؟ الله يا ابني، ما دام جت علينا هنا يبقى احنا لازم نأمنها ونطمنها. يلا بنتي لم حاجتك حطيها جوه الشنطه ونروح على بيتنا تقعدي عندنا لحد ربنا ما يأذن في امرك. صح يا جدي، هي فعلا وجودها هنا لوحديها خطر جدا، وطبعا بما ان جوزها بالاجرام ده يبقى اكيد هيوصل لها، ده ممكن يقتلها كمان ما دام كان مهرب حاجه وهي ضيعتها له. والله ده ممكن يقتلني، ده عشان يخليني اسافر السفريه دي كتب لي البوتيك باسمي. كتب لك البوتيك باسمك ازاي؟ انا صممت ان يكتبه، جاب عقد ومضى عليه وكمان بصم، لولا كده ما كنتش هسافر. وفينه العقد ده؟ معايا هنا في الشنطه عم الحاج مع الباسبور اهو. شوف حضرتك، ادي امضته اهي وادي البصمه. ده ايه ده يا بنتي؟ ده لا مختوم ولا متسجل، يعني عقد ابتدائي يقدر يرجع فيه ويدفع لك الشرط الجزائي 5000 جنيه. يعني ايه يا عم الحاج؟ البوتيك مش بتاعي؟ قوم يا بنتي يلا لم حاجتك ويلا بينا من هنا. ربنا المستعان. حكيم احنا ناقصنا هم، هنعمل ايه؟ نحط همها على همنا وربنا بقى يعيننا كلنا على المستخبي. على فكره ست هاني، ما انا لازم اقول لك كمان، ناجي ساب الشغل وبهجت بيه متهمه بحاجات قد كده، وكمان عايز يوديه النيابه. طب روحي روحي شوفيه بيدفع ايه واعمليه له. حاضر ست هاني. ايه الحكايه يا ناجي؟ ما انت كنت متداري طول عمرك ومحدش حاسس بيك اللي حصل. بهجت قاعد ينكش ورايا من ساعه ما شك في حكايه ملف قضيه الحجر وموضوع طرده من المكتب. عشان خايب وكشفت نفسك وعلاقتك بيا. يعني كنت استنى لما تقبض عليا بتهمه الاختلاس واروح في 60 داهيه؟ ما تقلقش يا ناجي، بهجت هو اللي هيروح في داهيه وقريب قوي، بس قول ان شاء الله. ايه المبرق دي؟ جرى ايه يا عمي؟ الله، هو احنا يعني في فيلتنا ناقصين الورد البلدي والطبيعي لما هتجيب لنا ورد بلاستيك؟ بقول لكم ايه، ورده دي ضيفتي انا، وانتوا عارفين يعني ايه ضيفتي انا،
يعني اللي يزعلها يزعلني. ربنا يخليك يا عم الحاج. يلا أمال شوفي إذا كان مكان ألفت يناسبها تنام فيه، وكمان اعرف إذا كانت كالت ولا لأ. حاضر يا عمي. تعالي يا قلب أمك تعالي يا اختي، أول مرة أشوف الوردة المستحية يا اختي يا حبيبتي. تعالي تعالي زمن الخيشة راح. قولي لي بقى يا حبيبتي تعالي، البتاع اللي انت لابساه الشبك دي، هم بطلوا يصطادوا السمك بالشبك بقى ويحطوه هناك؟ تعالي يا حلوة. عشان ليه؟ لا لا خلي عندك. حلوة والله لبسها شيك. ايه رأيك يا رأفت؟ عجبك يا رأفت؟ انا؟ لا مين قال كده؟ اصلك بتبص لها قوي يعني، كأنك يعني عايز كده تدخلها الأوضة بدل طنط. عامة هانت كلها شوية وتقلع برقع الحياة وتتبرطع في البيت. من الواضح انك انت معاشرتك لامي عكست عليكي. طيب انا اذنك. طب بعد اذنك يا جدي انا رايح المزرعه بس عشان عندي شويه شغل كده. طيب بقول يا رافت. ايوه قبل ما تمشي انا عايز اعرف، هل انت عندك اي اعتراض عشان انا كتبت ارض طنطا باسم اخوك؟ لا يا جدي ما عنديش اعتراض، بس لازم يعرف كويس قوي ان انا ليا نفس قيمتها وبوسينا النص، فاهم؟ شكرا يا رأفت، ربنا يخليك ليا يا اخويا يا رب. عم حسن اطلع على ماما الاول. حاضر يا فندم. لا يا عم حسن اطلع عندنا احنا الاول. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك انت هنا اصلا؟ مش دي محطه الاتوبيس النهري؟ لا دي محطه مشيره. ما تمشيش يا عم حسن لما استاذ حاتم ينزل. حاضر يعني. ما تسمعش كلام عم حسن، اطلع البيت عندنا، ماما اصلها عزمك على الغدا. ايه هترفضي عزومتها ولا ايه؟ وايش عرفني؟ مش ممكن تكون بتكذب؟ ما انا لو معايا رصيد كان زمان اتصلت بماما وخليتها كلمتك دلوقتي. مش عيب عليك تبقى نجم سينمائي ويبقى ما عندكش رصيد؟ اعمل ايه؟ ما هو انت السبب، طيرتي من ايدي اللي كانت هتشحل الكارت. هزارك سخيف قوي، يا اما بخيل جلده. هروح فين يا استوبيسينا؟ امر لله، على بيت ماما سعاد طبعا. ألف ألف مبروك يا حبيبي. هاتلي بقى كل الأوراق ورسم التخطيط بتاع مصلحة المساحة وتعالى. ما تخافش أنا هخلص لك كل حاجة. بقول لك إيه، جدك قال لك الاعتماد بتاع المصنع قد إيه؟ ما أنا مش هصرف على المصاريف دي من جيبي. ما هو لازم يفتح لك حساب عشان مصاريف الإنشاء وخلافه. طيب طيب أوكي يا حبيبي ماشي. بقول لك إيه، قلنا رأفة تيجي معاك. حاول. طيب طيب ماشي، مع السلامة. يوه نسيت اقول له على ورده. مدام ألفت احضر لحضرتك السفره؟ لا لا اصل بوسينا قالت هتيجي تتغدى معايا، بس مش عارفه هي اتاخرت قوي كده ليه. شوفي مين بيخبط على الباب. حاضر يا مدام. افندم دي شقه سيد ألفت سمعان الحوتي. أنا خلاص خلصت، ثانية واحدة وأكون معاك. بس أنا كنت وعدت ماما تغدى معاها النهاردة. إيه ده؟ هي ماما سابت البلد؟ يعني سلوى ما قالتلكش يا أنكل؟ لا لا يا حبيبتي، أصل سلوى بقى من صغرها متعودة ما تجيبش أسرار البيوت أبداً على لسانها، إذا اتكلمت تكلم في أي حاجة غير الخصوصية. يعني كنت بتوقعني يا سي حاتم؟ أيوه، أصل بصراحة بقى أنت ساذجة قوي وأي حد ممكن يوقعك بسهولة. قولي لي يا بوسينة، هي ماما سابت البلد ليه؟ أول درس اتعلمته من طنط إن أبقى زي سلوى وما نقلش أي خصوصيات. مهرب ظريف. ما تيلا يا سعاد الأكل هيبرد. خلاص يا سيدي أهو، أنت دايما مسربع كده أهو. اتفضلوا يلا يا أولاد. يلا يا أولاد اتفضلوا. وحشاني وحشاني قوي يا بسبوسة، وفي كلام كتير قوي عايز اقوله لك بس بعد ما تخلصي اكل. اتفضل. احمد ربنا بقى ان انا النهارده ما عنديش تصوير، يعني هضحي واقعد اسمع كلامكم. يلا. على فكره يا طنط انا النهارده جيت عشان خاطرك وبس. يا سلام، طب عيني في عينك كده يا بنتي، هو في اي قعده في الدنيا يبقى لها طعم من غيري؟ على فكره انت مغرور قوي. يا ولاد خدوا هدنه شويه، وبعد كده يا ستي ايه ابقي قرقشي. خدي بس قرقشي دي الاول. مش عايزه منك حاجه، دمك تقيل قوي. بوسينه انا مش عايز اتدخل بينك وبين حاتم،
لكن في حاجة مهمة عاوز أقولها لكم أنتوا الاتنين. شوف يا أولاد، الحب البريء بيجي الإنسان مرة واحدة في حياته، واللي بيتمسك بيه بيعيش طول العمر سعيد. وأنا شايف إن حبكم ده طاهر وبريء. حرام يا أولاد، حرام تضيعوه. حبك بريء؟ أثبت لك إن الحب بريء وهشهد وطز في مشيرة. رأفت، ماما عايزة تشوفك ضروري. قول لها إن أنا خلاص عملت اللازم، مش محتاج حاجة منها. وإذا كان في كلام عاوزة تقولولي تبقى تقوله في النيابة بقى، وعليكم خير. أنا حاسس إن في حاجة منعاه. هو في إيه؟ الله، هو عاصم ده إيه؟ أبويا أنا لوحدي؟ عموما اسمع انت منها وبقولي، او اعمل اللي مليه عليك ضميرك ورايح نفسك. يا رأفت، ما انا بخاف اتصرف غلط. يبقى اسأل امك وهي تقولك الصح فين والغلط فين يا مادي. يعني لو كان في حاجة تخص حماك انت مش هتزعل يعني؟ فكرك انا ممكن ازعل على حماية اكتر من ابويا؟ كده اوكي، يبقى كده احنا اتفقنا. خلاص انا هاخد بقيه الورق واروح لماما عشان نكمل اجراءات انشاء المصنع. ماشي. هو حربايه ده شكله ايه؟ عادي يعني، هو شبه الجماعه بتوع الانفتاح دول، عارفهم اللي هم اجتنوا من غير مناسبه. مش ملاحظ ان علاقته بامك غريبه شويه؟ ايه تقصد ايه يا رأفت؟ حرص على كلامك. اسمعني كويس. حربايه ده شاهد على جواز امك في عز الليل من ابوك، يعني ده معناه ان في عشم كبير قوي ما بينهم، مش كده؟ وفي نفس الوقت ورده مراته بتهرب من جوزها وتروح تتحمى في امك. تفسر بايه بقى العلاقه دي يا استاذ؟ افسرها بان ماما محل ثقه بالنسبه للحربايه ورده. يا سلام. طب وتفسر بايه بقى خروج امك في عز الليل تفتش في شنط ورده؟ بص، هي قالت لي ان هي خافت لا يكون في الشنط دي ممنوعات ولا حاجه، والبوليس يجي ويعمل مشاكل لجدي باعتباره ما قعد في بيته مجرمين. شفت بقى، كانت نيتها خير واتقلبت عليها شر. برافو عليك يا مادي، بجد انا فرحان بيك من قلبي يعني. طب بص بقى، لما تبقى تنزل لامك وتلاقيها بتنكر وجود ورده عندنا، ابقى اسال نفسك ليه. ماشي؟ عن اذنك بقى يا اخويا، عشان انا ورايا شغل مانيش فاضي. بعد اذنك يا مدام ايدو. انا عارف ان انت ما بتكدبيش، بس انا اصلي يهمني قوي اعرف التفاصيل الصغيره. عندك حق يا عم الحاج، انا جت عليا لحظه كنت بشك في ألفت وفي جوزي، خصوصا بعد ما خرجت من السجن ولقيتهم زي السمنه على العسل. انا عرفت من احفادي ان هو كان بيزورها كتير في البيت، بس في وجود الاحفاد وكان بيقضي لها مصالحها. ايوه، حكم طلباتها كتيره وغريبه. انت عارف يا عم الحاج، اخر مره طلبت منه بن من اللي يسهر، بن من اللي فيه منبهات، ما اعرفش كانت عايزاه في ايه. عايزه تصالل تعد النجوم. يلا، هي غارت وفرقتنا. شوف يا بنتي، أنا عايزك ما تقلقيش خالص من ناحية جوزك ده، واعتبريني أنا زي والدك زي جدك زي ما تشوفي، واعتبري إن البيت ده بيتك. ربنا يخليك لينا يا عم الحاج، ولا يحرمناش منك أبدا. بس أنا مش عارفة أعمل إيه بعد كده، أنا عاملة زي اللي قاعدة مستنية قضاها المستعجل. شوف، أما أقولك، لو جوزك ده نيته شر مش هيقدر يهوب ناحيتك طول ما انت جنبي هنا.
هو طبعا اكيد لو كان هرب معاكي حاجه هيرجع عشان ياخدها، مش هيقدر يصبر عليها. لكن لو كان الكلام ده ملوش اساس هيرجع برضه لمراته، بس على ميله شويه. مش سابك في السجن سنه كامله، وحتى لما خرجت من السجن سفرك على اوروبا عشان تجيب له بضائع. طب انا هفضل كده اكل واشرب واعيش ببلاش؟ اعتبري انك بتروحي عن نفسك شويه. انت طيب قوي يا عم الغرباوي، وما تستاهلش الغل اللي كانت بتغل ألفت عليك واحنا في السجن. ربنا يسامحني بقى، انت كانت بتبتدي عليك كل يوم من قلبها. قولي لي يا ورده، عاصم ما سبقش وزارها وهي في السجن؟ اكيد لو كان زارها كنت انت عرفتي. ولادها وعروسة ابنها هم اللي زاروها، لكن عاصم لا. ايوه فاكر. تاني يوم كتب كتاب مادي وناهد، ساب لها 10,000 جنيه في الكانتين. الله، وحضرتك عارف كل حاجة اهو. ما هو ده يا بنتي اللي هيجنني. أنا أحفادي وابني عمرهم ما يخبوا عني حاجة أبدا. وعاصم ابني لحد آخر لحظة لما جات له في الاستراحة اللي أنت كنت قاعدة فيها دي، أيوة، طردها. إزاي بقى بعد أسبوع ولا 10 أيام هيتجوزها وهو كان نازل مصر صدفة بدون ترتيب سابق؟ إن جيت لي الحق يا عم الحاج، هي كانت بتشغله بالتليفون من وإحنا في السجن، مرة تعيط له، مرة تضحك له، مرة تدلع عليه، بس لغاية ما طلعت براءة هو ما جالهاش خالص. الله يفتح عليكي. قولي لي بقى، طلعت براءة إزاي؟ أكيد أنت عارفة الحكاية دي، أصلها مش داخلة دماغي. سامحني يا عم الحاج، ما أقدرش، حربها يقتلني. لا يا بنتي لا، مفيش غصبانية على حاجة، أنت هنا ضيفتي، وأنا حرام عليا أخد منك شيء مقابل ضيافتي ليكي. أنا بنتي ماليش عندك حاجة أبدا غير إني أنا أحميكي، لأنك أنت فعلا في خطر. تصدقي وتأمني بالله يا بنت انتي، أنت مالكيش أمان أبدا. أي والله، مش هي دي ألفت؟ ألفت اللي كنت بتناديلها وتقولي لها ماما، ها؟ دلوقتي مبسوطه انها اتطردت؟ اصلها طلعت ما تستاهلش علشان خاينه. خانت مين ان شاء الله؟ خانت صاحبتها. خرابي عليك يا دلبي، طب لا ده انت نمره. ايوه والله العظيم وراكي حته ملعوب، وملعوب كبير وقلبي حاسس بيه. ايه يا عمتي انت كل حاجه تقولي انت بتاعه ملاعيب ومش عارفه ايه؟ انا كل الحكايه اني بعرف اسرار واسكت عليها عشان ما اذيش اللي مني. ايه بقى انت مش بتاعه ملاعيب، ده انت ملاعيب شيحه شخصيا تضرب لك تعظيم سلام. اي والله، نبطي بالكلام يا بنت، نبطي على عمتك يا بنت. عايزه تفهميني انك كنت صاحيه في الليله السوداء؟ مش بس يا عمتي، الحيطان لها ودان. طيب يا بنت اخوي، لما اشوفه هقول له عشان يقطم رقبتك، ما هو اصله كان معايا خطوه بخطوه. مين ده؟ بابا؟ ايوه بابا، هخليه يدفنك مطرح ما انت قاعده عشان قله الادب والسفاله طبع فيك. هي حصلت يا بنت، حصلت تنبطي على عمتك يا بنت. عمتي انا ما اقصدش، يقطعني عمتي لو قصد، ما تزعليش بقى خلاص. ابعدي يدك عني يا بنت، هي حصلت يا بنت، حصلت تسوسي على عمتك يا بنتي. قالت لي الحياه خسى عليكي وعلى ترابيكي، ده انت صعب قوي. ايه دي بنتي دي؟ انا ما شفتش كده ابدا. ابعدي عني يا سوسن ترخرن يا باي. اصلها مش طايقه الضيفه الجديده، اكمنها واكله قلب جدي. رفت لسه ما رجعش من المزرعه؟ لا ولا مادي، بس انا بقى عارفه جوزي بيعمل ايه وبيروح فين، اصل انا معوده على كده انه ما يخبيش عليا اي حاجه. طبعا، وانا بقى اللي عبيطه وهبله وبيتشخط فيا من غير ما اعرف ذنبي ايه او حتى عملت ايه. بس انا عارفه، تحب اقولك ولا سيبك على عماكي؟ تقصدي ايه؟ هو في حاجة تستاهل؟ لا، دي بقى تستاهل، دي حاجة كبيرة قوي. بس توعديني انك ما تقوليش لأي حد، لو حد سألك عرفتي منين. اوكي، اوعدك. ف...
فهميني بدل ما انا خلاص قربت اتجنن. مش عارفه ايه اللي عملته يستاهل التغيير ده كله. اصل رأفت بيشك ان باباكي هو اللي قتل عمي عاصم. ايه؟ عنده ادله قويه جدا. وجدي كمان عارفها. ادله ضد بابا؟ بقول لك ايه؟ انا ماليش دعوه، لحسن ترجعي تقولي نايد هي اللي قالت لي والدنيا كلها تتقلب عليا انا. على العموم كتر خيرك. ومادام جدي عارف يبقى انا اكيد هعرف. الله يكون في عونك. عن اذنك. ادخلي يا اللي بتخبطي. دي انا يا عمتي. عم الدبب عم معدتك. يا بنت وكتاب الله. يا عمتي ويمين المصحف ان ما تعادلتي معايا ما خليكي تسوي 3 ملل في سوق الحريم. هتعملي وليلي عليا. ايه يا عمتي؟ ايه شغل رايه وسكينه ده؟ انت عايزه تخلصي مني قبل ما اخلص منك؟ اخلص منك وتخلصي مني؟ لا ده انت عينك بكحه وتندبي فيها 30 رصاصه وعايزه تنكسري قبل ما تتفرعني. هتخلصي من مين يا بنت عثمان ورعيه؟ من اي حد يقف في طريقي. هو مين بقى اللي يقف في طريقك يا اختي عشان نوسعهولك يا حبيبتي ونفرشهولك وردي وياسمين وخضره؟ مش عايزه حد يوسعهولي لان انا بقى موسعه لنفسي ومش هسمح لاي حد في البيت ده يتحكم فيا ولا يملي ارادته عليا. ايوه عايزه تمشي على حل شعرك. طب اتعزي اتعزي من اللي اتطردت في انصاص الليالي قبل ما يطلع عليها النهار. المفاجأة بقى يا عمتي إن أنا اللي طردتها. عارفة ليه؟ عشان عايزة تمشي جوزي على هواها وهواها ده مش ماشي على هوايا أنا. والدور عليا أنا بقى ولا الدور على مرات ابني اللي قاعدة طول النهار تودودلها لما فسدت دماغي؟ بصي بقى يا عمتي من الآخر كده كل واحد يلزم حدوده معايا، وحكاية إن أنت عايزة تتحكمي وتتأمري على كل واحد في البيت مش هتنفع معايا انا. وكون ان انا بسكتلك فانا بسكتلك عشان انت عمتي حبيبتي. بس نجينا للحق بقى، انا ليا في البيت اكتر منك. يعني الم الهدمتين اللي حلتي وامشي ولا هتمشيني بالهدمه اللي عليا يا بنت اخوي؟ انا ما قلتش كده. انا كل اللي انا عايزاه منك انك مالكيش دعوه بيا وما تتدخليش ابدا بيني وبين جوزي. وايه تاني يا ألفت يا جديده؟ اموري. ما انت فاكره ان عيني مكسوره ومش هقدر اقف قصادك. والله كل واحد ادرى بنفسه وعارف هو عمل ايه كويس وعارف ان ممكن يمشي من البيت ده في اي لحظه وبفضيحه كمان. ماشي ماشي يا ناهد يا بنت اخوي. وحياه مقاصيصي دول ما انت قاعده في البيت ده تاني. وايه يعني؟ انا كده كده جوزي حبيبي بيبني لي فيلا عشان اعيش فيها، انما انت بقى كده كده هتسيبي البيت والبيت ده في النهايه هيرجع لي انا. بيت؟ بيت مين يا امو بيت؟ البيت ده انا عمرته بحسي. داني اولع فيه بجاز اسود يوم ما تحكم انها عقربه زيك تقعد فيه وتاخد واحده ست غيري. عموما انا عامله لك خاطر عشان انت عمتي حبيبتي وما تهونيش عليا برضو، لكن يا ريت بقى كل واحد يبقى في حاله وتفكري في كلامي كويس. طيب يا حلوه ما تنسيش اليوم دي. عارفه ليه؟ عشان عشتك السودة وحياتك الطين ابتدت النهارده. حياتك الباقيه يا عمتي ولو ان القتيل ملوش عزا. ألفت ألفت بالظبط يا ولاد. لو كتاب الله يا عديمه الاصل يا واطيه لا خليكي تعرفي السر الالهي بيطلع منين. ما هو كل شيء بالعقل يا مدام ألفت. اتصلت بحماد هتقول ان في مصلحه بين جوزك وبين حماد، لكن اتصالك برادي وكونك تبلغيه بالاتفاق اللي بين جوزك وبين حماد ده ملوش غير معنى واحد بس، ان سعادتك بتحرضي راضي ضد جوزك او ضد حماد. يا فندم حضرتك اكيد عرفت ان الغرباوي بيه رافض التعامل مع مصنع حماد، وبصراحة أنا خفت إن الغرباوي يلغي المشروع، وقلت اللي هيعمله حماد ممكن يعمله راضي وآخد أحسن المميزات، وده شغل عرض وطلب. وما جاش في بالك إن راضي ممكن يقتل عاصم؟ ما هو يا واخد قوتي يا ناوي على موتي.
وراضي ملوش المصلحه اللي عند حماد، يعني الضرر صايبه. يا فندم انا حكيت كل اللي حصل وتصرفاتي كلها كانت بحسن نيه، والدليل على حسن نيتي اني فعلا ابتديت ابني المصنع، والنهارده تم تسجيل الارض باسم ابني مادي، واتفقت مع شركه تصميمات كبيره عشان تعمل دراسه وتصميمات للمشروع. كل ده كلام جميل بس مش منطقي، خصوصا لو عرفنا انه تم في توقيت كان عاصم بيه في رافد يرجعك. رافد؟ مين اللي قال كده؟ ابنك حامد، وقال انه ساعة للصلح بينكم. لو سمحت يا فندم، الخلاف اللي كان بيني وبين عاصم ما كانش على الرجوع، كان على الشروط اللي انا كنت طالبه منه انه ينفذها، وهي تأمين مستقبل ولادي والغاء الوصيه اللي عاملها الغرباوي اللي بتظلم الاولاد، وعشان كده هو سعى انه يرضيني وعمل توكيل لمحامي عشان يفرض الوصايه على ابوه، والتفكير طبعا في مصنع التعبئه، وعشان كده انا وقفت جنبه اساعده عشان مصلحتي ومصلحه ولادي. غلط غلط يا ألفة، ما كانش لازم تجيبي سيره التوكيل بتاع عاصم ده نهائي. اتزنقت يا شوكت وكان لازم اتصرف، وبعدين موضوع راضي ده لازم يتلم ويخرج، عيلته مش هتخليني ابني طوبه واحده في المصنع. انت كده مش بتلمي، انت كده بتبحتري، ووكيل النيابه هيدبك، يعني هيبعت لك كل يوم والتاني. اعمل ايه بقى يا شوكت؟ انا مش عايزه وجع دماغ. ده قتيل يا ألفت، وفي مليون متهم، يعني مش معقول هتسيبيهم هم يخرجوا وتقعدي انت بدلهم. يعني ممكن يوجهوا لي التهمه زي راضي وسمير؟ هو لغايه دلوقتي سمير هو المتهم الوحيد، لانه كان اخر واحد مع القتيل، لكن النيابه طبعا هتضطر في الفتره اللي جايه انها تحوله للمحكمه عشان مش قادره تثبت التهمه على حد تاني. يعني الايام اللي جايه هتبقى في منتهى الصعوبه ولابد من الحذر. بس انت عارف يا شوكت اني بريئه ولازم تساعدني. لكن متورطه، ومتورطه جامد قوي، وفي ابرياء زي كده كتير اتورطوا ومعرفوش يخرجوا من ورطتهم. خلصني بقى يا شوكت وقول لي اعمل ايه. انا هنصحك وبس، ملياش دعوه بيكي بعد كده. لا يا حبيبي، همك هو همي وهم حربايه وناجي كمان، ولازم نخلص مع بعض ونخلص بعض. تعرفي يا بنت خالتي اني معرفتك معرفه سودة يا حبيبتي. البت بنتك دي يا عثمان عايزه تتقطم رقبتي، واني مش هستنى لما تتفزلك بكلمه كده ولا كده، ولا النيابه جايه تقبض علي. ساعتها اني مش هسكت، هجرك معايا وتبقى الفضايح للي رايح واللي جاي، واللي ما يشتري يتفرج. هي قالت لك ايه؟ بقيت النقوازه بتاعتها في الرايحه وفي الجايه عماله تنبط بالكلام على خروجنا مع بعض ليله الحادثه. البت دي مش سهله، لا البت دي عايزه تهددني علشان تكسر شوكتي وتستحوذ على البيت كله. اي والله، يا دي النصيبه يا دي النصيبه، ألفت الكبيره راحت جت لي ألفت الصغيره. البت دي اتخبلت ولا ايه؟ اسمع يا عثمان، انا ما كنتش عاوزه اجي هنا، انا جايه هنا غصب عني وعلى نن حبايه عيني، عشان انا مش طايقه اشوف الوليه مراتك دي، انما الكلام ده ما يتسكتش عليه ابدا ولا يتقالش في تليفونات. طب خلاص 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 يا امال، معلش بنت اخوكي برضه، بنت اخوكي. المهم انا عايزك كده تهدي وتمسكي اعصابك لحد الموضوع ده ما يعدي على خير. على العموم يا عثمان احنا اخوات وملناش غير بعض، بس لو رجلي ورجلك جت في الموضوع ده عمك هيتخلى عني ومش هيصدق ابدا ان احنا المظلومين وعاصم هو الظالم. شش، طب سد سد، قومي انت، قومي روحي، قومي، ما تقوليش هم ناهد. اذا كان على ناهد انا مستعد اقطع لك لسانه وتقول عليك بنتك يا عثمان. انت تاني يا وليه يا وليه، ما تزنيش على عمرك. عمري اه، لكن بنتي لا. انا وبنتي عارفين كل حاجه، سمعنا كل كلامكم وانتوا راجعين من مصر وش الصبح. سمعت ايه يا حلوه؟ ايه يا اختي، هتكتمي نفسي؟ لا لا، واكتب اللي هصوت عليه معرفة تانية. يا بنتي وطي صوتك اللي حامل زي الرعد ده. بنتي مالكوش دعوة بنتي. بنتي قولي لبنتك تتلام، والا واكتب الله هتويها، وقبل منها هتويكي، احنا مش ناقصين جرس يا اختي. هتتلم هتتلم يا اختي هتتلم، بس هتقولي بنتي هتقولي بنتي وانا هاخدها ونمشي من البلد بحالي. يا وليه يا وليه، بطلي الدان وفهمي، احنا ما قتلناش عاصم، ما قتلناه، انا حتى ما دخلتش الفيلا. بقول لك ايه يا عثمان،
انا مش هقعد لما المجنونه بتاعتك دي تقعد تهلفط في الكلام. بقول لك ايه، فهمها وعقلها. العمر مش بعزقها يا اختي. مع السلامه يا آمال. الله لا يسلم المهبوشه بتاعتك. أنا هقول لك على كل حاجة. لما أمال سمعت إن عاصم رجع ألفت اتجننت وصممت إنها ترجع مصر. ما كانش ممكن أفوتها تنزل لوحدها. رحت معاها وهناك محدش جوه. بقولك ايه، انا معايا المفتاح بتاع البت ناهد. تعالى نفتح وندخل نستناه جوه. ايوه، ولا اقولك نطلع فوق، واني متاكده انهم نايمين في اوضه النوم بس نومهم تقيل. انا ضربت الجرس اكتر من 100 مره، ده لو كان قتيل كان زمانه صحي. انا مش هستحمل اكتر من كده، انا قلبي فيه جورة نار. تعالى نطلع ونشوفهم، واني متاكده انهم نايمين في اوضه النوم مع بعض. يا امال، يا امال بطلي جنان بقى. اسكت انت واستهدى بالله وخليك في حالك. انا هطلع واشوف ايه الحكايه بنفسي وهدخل عليهم واشوفهم. انت حر، انا مش هتحرك من هنا. انا هتسحب وهشوف ايه الحكايه. ايه في ايه؟ في ايه؟ المدعوقه. إيه؟ اوعي. طيب انت ست مجنونة. ايه القرف ده؟ اركزي يا عمال، هتودينا في داهية. سيبني يا عثمان، حاوتي يا عثمان، هتودينا في داهية يا عمال. وفضلنا قاعدين جوه العربية عينين على الفيلا وعلى عربية ألفت. بعد شوية مش عارف قد ايه، 5 دقايق 10 دقايق، أصل الوقت كان بيمر بالعافية. لقينا ألفت خارجة من الفيلا جري متعصبة ومتنرفزة، وخدت عربيتها وجريت. أختي أمال نطت من جنبي ودخلت الفيلا. أنا ما دخلتش وراها، فضلت قاعد في مكاني. لكن اللي فهمته وانت لازم تفهميه، ان شفت عاصم بيجري ورا امال وصوته عالي وملعلع، وده ملوش غير معنى واحد لو انت تفهمي، ان عاصم كان صاحي حي. لكن لما سمعنا تاني يوم ان اتقتل وعمي كان بين الحياة والموت، الدنيا كربست، خصوصا ان عاصم اتقتل بعد ما مشينا طوالي، ده حسب كلام النيابة. ولو قلنا على اللي حصل يبقى بنشهد على براءة ألفت وبنعك نفسنا، خصوصا ان بهجت كان مقبوض عليه ومتهمينه. اتفقت انا وامال نكفى على الخبر مجور، ما نجيبش سيرة مادام مفيش حد شافنا، بدل البهدلة على الفاضي لغاية ما ربنا يظهر الحق. يعني ما قتلتهوش يا عثمان؟ تلاتة بالله العظيم، تلاتة، اللي أنا قلتهولك دوت هو اللي حصل. سامحني يا أبو ناهد، الشك كان مولع قلبي، وكنت عايشة في روح، كنتش بنام طول الليل.
كنت حاسه ان انت هتقوم من عز نومك وتطبق في زمارة قد. اخص عليك، اخص عليك يا منات بعد العمر ده كله. مش عارفة يا عثمان، الشيطان كان بيلعب بيه. طب ودلوقتي؟ لا الحمد لله، عيني نورت وبقيت شايفاك عثمان اللي أنا عارفاه. لكن انت السبب برضه يا عثمان. كان فيها ايه يا اخوي؟ كان يجرى ايه لو كنت حكيت لي وفضفضت عن روحك؟ معلش معلش، قومي بقى قومي، حضرينا لقمة ناكلها نفضفض بيها كده مع معدتنا الهفتانة دي. قومي يا وليه، قومي. يا أنا ارتحت، ارتحت لما قلت لك وفضفضت لك. بس ربنا بقى يكملها بالستر. الحمد لله.